دائما الصراعات والحروب والأزمات بتخلق تأثر نفسي يلي هو يمكن بتزعزع نوعا ما الاستقرار النفسي، وهذا الشيء يمكن بحاجة لسيطرة ووعي من قبل الشخص لحتى يعرف انه الظروف المحيطة حوله مو بس بتأثر على الأمور المادية وإنما على النفسية أيضا، ممكن يكون تأثير للأسف عميق جدا بالشر. صحيح، واليوم يعني كنا عم نعيش بهي البقعة الغريبة يلي يعني دائما عم تفاجئنا، وعم يكون أول المتأثرين هو نفسيتنا. عم نجرب قدر الإمكان نمتص هي الصدمات إذا بدنا نقول، أو هي المفاجآت يلي ممكن تحصل، ولكن الاستقرار النفسي وتحقيقه وكيفية السيطرة عليه لازم يكون، أو لازم نستعين باختصاصيين نفسيين ليقدروا يوجهونا صح، ليقدروا يقيموا حالتنا النفسية صح، وبناء عليها بنقدر نعطي يمكن حق نفسيتنا علينا بشكل عام. رح نحكي بهذا الموضوع بشكل مفصل مع اختصاصية النفسية فاطمة العبد الله اللي صارت معنا لليوم. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، يسعد اوقاتكم. هلا اهلا وسهلا. بداية استاذة فاطمة، اوقات كثير يمكن بيصير لغط بين السلام النفسي، الاستقرار النفسي، اوقات بظروف حرب اوقات لا، بس خلينا نفهم اكثر شو هو الاستقرار النفسي. أكيد أول شيء سعد أوقاتكم، أوقات كل اللي عم بيتابعونا على شاشة العالم سوريا. بالبداية نحن اليوم بظل الحروب أو بظل الأزمات والصراعات السياسية اللي عم تصير واللي عم نشهدها، أول شيء أكيد بنتمنى الرحمة لجميع الشهداء وضحايا الحرب، ونتمنى السلامة والحماية يا رب لسوريا ولبنان وفلسطين. بسبب الظروف المحيطة اللي عم نعيشها، وبسبب كل يوم عم نفيق على خبر جديد، وكل يوم عم نعيش كم من الأخبار المرعبة يلي يمكن ما عم نعيشها أو ما عم نختبرها للمرة الأولى، إنما نحن يمكن سابقاً مرينا فيها، أدت لزعزعة الاستقرار والسلام النفسي. أولاً السلام النفسي هو شعوري أنا بإني بخير، شعور بالطمأنينة، شعور بالراحة، شعور بالمرونة النفسية. هدول الأشياء اللي نحن اليوم بالظرف الحالي أو بالوضع الراهن نحن عم نفتقده وما عم نقدر إنه نوصل لهذا السلام، لهيك نحن دائماً متوترين وخايفين من كل شيء. وصار هذا الشيء ما أنا مرتبط بمكان أو بزمان معين، يعني بالبداية بالشهر ذكرت إنه نحن اليوم كل شوي عم نتفاجأ بهذا الموضوع. فأنا اليوم ما عم أقدر أني ركز أو أنخرط بشغلي، ما عم أقدر ركز مع أولادي، وهذا الشيء عم صدره للأشخاص الموجودة بالبيت والأشخاص المحيطة فينا. ومنعرف أنه يعني الأطفال هن الأكثر هشاشة، وممكن كتير بهذا الوقت عم يتأثروا، بالتالي نحن عم نفتقد هذا الاستقرار يلي عم بيأدي لأنه يطلع عنا أعراض يمكن عم نشوفها وعم نختبرها هلا بالوقت الحالي، سواء كانت عنا او عند رفقاتنا او عند اهالينا، مثل سرعه الانفعال، الغضب، عدم القدره والسيطره على المشاعر، شعور باضطرابات كثيره بالمزاج. هذا الموضوع للاسف ببلش بانكار، ببلش بعدين بحزن، بغضب، بالتالي اخر مرحله بنوصل لها يلي هي يا اما تؤدي للاضطراب النفسي مثل المشاكل النفسيه والاكتئاب والقلق، او بيؤدي للتعايش او تقبل الواقع وبعدين بالتالي التاقلم معه. فهذا الشيء بيرجع لمرونتنا النفسيه. تماما. فاطمه، اليوم ذكرتي بعض الاعراض يلي ممكن اي شخص منا بالحياه العاديه يصدرها، موضوع الغضب، موضوع ردات الفعل المبالغ فيها، وبعض الاوقات بعض الأشخاص تعمل كنترول عليها، بتقلك أنه أنا كانت ردة فعلي هون زيادة عن ردة فعلي الطبيعية، وبعض الأشخاص لا. فبالتالي هون أنا كيف بعرف أنه أنا عم عيش عدم استقرار نفسي وفايت بهي الدوامة، وإمتى بحس أنه لا ردة فعلي طبيعية مناسبة للموقف مثل ما بيقول؟ تمام. دائما نحن بنقول انه اذا نحن ما كنا عم نعيش بظروف طبيعيه فبالتالي طبيعي انه يطلع عنا ردات فعل غير طبيعيه. فيعني انا ما لازم احس بانه في شيء خطر لما انا يكون في عندي ستريس او يكون في عندي اكتئاب او يكون في عندي اضطراب بالمزاج، وهذا طبيعي لانه اي شخص او اي انسان ولو كان سوي نفسيا وعنده الاستقرار وعنده المرونه النفسيه، لما يشوف هدول الاحداث او لما يسمع هاي الاحداث اكيد ممكن تصير عنده هاي الحالات. دائما نحن بنقول الزائد اخو الناقص،
يعني ممكن يكون في لا مبالاة كمان بالأشياء اللي عم نسمعها، بالتالي كمان هذا الموضوع هو ممكن يكون في مشكلة أو في اضطراب بهذا الموضوع. فأنا أكيد طبيعي أتوتر، أكيد طبيعي أني أقلق وخاف، بس ما أنا طبيعي أنها تعطلني عن حياتي بشكل كامل. يعني أنا اليوم عم حس بالتوتر نتيجة الظروف، وإن شاء الله يا ربي هيك بنتمنى أنه ما يستمر هذا الوضع وما يطول أكثر وما يأخذ ضحايا أو أشخاص تانيين. أنا اليوم عم عيش بهذا التوتر، ولكن بعدني عم أدرس، بعدني عم أنزل على شغلي، بعدني عم بهتم بعائلتي، بس هذا الموضوع يعطلني عن حياتي. فبتصور إنه نحن هون بلشنا نفوت باللاين أو بنفوت بالمشاكل النفسية اللي هي بحاجة أكيد استشارات نفسية وإنه نراجع أطبائنا. طيب ذكرتي يمكن بالبداية إنه بيوصلنا أوقات للاكتئاب، للقلق، لكتير قصص. كيف بعرف إنه أنا تطور عندي الموضوع لاضطراب نفسي؟ أو الأشخاص اللي حواليه كيف بيعرفوا أنه هذا الشخص مو بس فقد استقراره النفسي وإنما لا صار الموضوع أكبر من هيك وصار بده استشارة؟ بدي أكد على فكرة أنه نحن اليوم بهذا الوضع عم نعاني من 4 مشاكل نفسية وطبيعية جدا: الضغط النفسي، القلق والتوتر والاكتئاب، ولكن بنسب متفاوتة. يعني أنا عندي اكتئاب وبشار عنده اكتئاب، يمكن اكتئاب بشار أعلى من اكتئابي. أنا عندي ستريس تمام انا عندي ستريس وانت عندك ستريس، بس يمكن الستريس اللي انا عم عاني منه اعلى من اللي انت. فبالتالي انه نحن كلياتنا عندنا هاي المشاكل ولكن بنسب متفاوته. بس لما الموضوع يتطور اكيد هي بتكون في لها انعكاسات، هي ما بتبقى مجرد مشاعر انا عم حس فيها، انما بتستمر لانه توصل وتاثر على 3 مستويات: على مستوى العقل، على مستوى الجسد، على مستوى السلوك. يعني ممكن تترافق مع أعراض جسدية مثل حالات الإغماء، الصداع المستمر، الآلام الجسدية من دون منشأ طبي. يعني ممكن حس بالتعب والمرض وروح أعمل مليون صورة ومليون تحليل بس ما فيك شيء. فهون بالتالي، وحسب دراسة أكدت أنه 60% من الأمراض يلي بيعاني منها الإنسان هي ذات منشأ نفسي. كمان يكون في عنا مشاكل سلوكية، مثلاً بتصور هلا كلياتنا عم نعيش بحاله الارق يلي هي انه مطول كثير او بتكون في صعوبه او اضطرابات بالنوم، كوابيس. ممكن كمان بتصير في عندنا مشاكل بالعلاقات، يعني انا ممكن يكون في عندي عزله او انسحاب اجتماعي، عدم المشاركه بالانشطه الاجتماعيه. كمان في عندي اعراض على مستوى العقلي اللي هي بتكون تشويش بالأفكار، عدم القدرة على التركيز، مشاكل بالذاكرة والتعلم، النسيان، أفكار وسواسية، عملت هيك ولا ما عملت هيك، وارجع اتأكد بنفسي. فبتصور هون شوي بلشنا نفوت بأشياء تستدعي الاستشارة النفسية. تماما. نحن اليوم يمكن هي موضوع التراكمات أكثر بيلعب دور بهذا الموضوع. الحدث أو الحالة لتظهر على الشخص هي نتيجة الحدث مباشرة أو لا مباشرة نتيجة تراكمات مثل ما قلت لك قبل؟ حسب ما قالت منظمة الصحة العالمية إنه الحروب والأزمات هي أو أي مشكلة بيتعرض لها الإنسان هي بتأثر تأثيرات صحية نفسية طويلة المدى. يعني نحن اليوم كل شيء عم نوصل له من مشاكل نفسية بتصور هي نتيجة تراكمات، ما بتصور إنه في موقف واحد أو مشكلة واحدة جعلت من هذا الإنسان شخص مريض أو شخص غير سوي، إنما هي عدة مشاكل بتتراكم عند الإنسان بتأدي لهي المشاكل. بس بدي أكد على نقطة إنه الشيء اللي عم نعيشه اليوم وهي الظروف هي لحالة كفيلة لأنه هي تخلي عنا يكون في مشاكل لأجيال تانية. حسب ما اجى بتقرير بالـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية انه 22% من الأشخاص اللي عم تختبر الحروب واللي عم تعيش بأجواء او بأماكن مليئة بالصراعات السياسية هي بتتطور معها، وكمان بتزداد عندها أعراض الاكتئاب والقلق، وبتزداد مع ازدياد أو مع تقدم العمر إذا كانوا ما زالوا بهي البيئة يلي هي عم تأثر عليهم طبعا للأسف. طيب في بعض الأوقات هيك بنسمع أنه النشاطات الاجتماعية، تمارين الاسترخاء، هيك شوية خطوات ممكن الشخص يعملها بقلب نهار
بعيدا عن كل الظروف يلي محيطه فيه والاخبار للاسف يلي ممكن نسمعها، ممكن تساعد بانه هيك نوصل لشويه استقرار نفسي. ما بدنا نقول بالغ انه لا انا خلص رح احصل على الاستقرار النفسي من شويه استرخاء. هل انت مع هي التمارين او لا للاسف خلص متى ما فقدنا الاستقرار النفسي راح؟ دائما في امل بكل شيء. اليوم نحن عم نعيش بظروف غير طبيعية، ونحن اليوم بزمن ما بيضمن الاستقرار أصلاً، ومن الطبيعي إنه نحن ما نتوقع حالنا إنه نكون نحن مستقرين نفسياً أو اجتماعياً. نحن اليوم يعني صار طبيعي إنه حياتنا تكون هي مزيج من الهدم والبناء، الفوضى والترتيب، الاستقرار واللخبطة. فهي الأشياء هي نحن ممكن إنه نحن نحاول نضبطها أو نخفف منها بعدة أساليب، ونحن بنسميها الآليات أو الاستراتيجيات التأقلم الإيجابية. يعني استراتيجيات التأقلم الإيجابية هي بظل الظروف اللي أنا عم عيشها وبظل الستريس اللي أنا أكون موجودة فيه، في كيف فيني أخلق جولة إلي أو كيف فيني أعمل سلام أو استقرار بالنسبة لإلي. هاي الآليات بأنه أنا ممكن تفكير بطريقة إيجابية. هلأ التفكير بطريقة إيجابية ممكن يكون صعب للبعض بالأخص إذا كانت الأعمار كبيرة، بس أنا دائما بقول التسليم. استبدل التفكير بطريقة إيجابية بالتسليم. التسليم يلي هو أنه خلص هذا اللي عم بيصير وهذا الواقع وهذا هو الوضع عندي، فأنه أنا بسلم النتيجة. يعني أنا مسؤولة عن العمل، لست مسؤولة عن النتيجة. ممكن كمان تمارين التنفس. هلأ ممكن أنا كتير بسمع بأنه هلأ تمرين تنفس بده يهدي أعصابي، إيه، بس تمرين تنفس مو مجرد أني أنا عملته فخلص لازم أهدى. لا، هو تمارين هاي الستريتشينج هي لازم أنا تضلني عم مارسها، بالتالي بعد تقريبا شيء أسبوعين أنا بصير بحس بهذا الهدوء. نتيجة إيجابية تماما. أني مارس أنشطتي أو مارس هواياتي، الروحانيات والعبادات والصلوات بغض النظر عن الديانة، هي ممكن كتير أنه تخفف العبء عند الإنسان. كمان أنه ممكن نحن نكون موجودين أو ننخرط بعلاقات اجتماعية. يعني نحن نسمع بالدعم الاجتماعي مثل الأصدقاء، العلاقات الأسرية الصحيحة يلي الإنسان أكيد اليوم بحاجتها لحتى أنها تغير له أو تشحن له طاقته. تماما. يعني موضوع ايضا السوشيال ميديا وكثير من النصائح بنشوفها انه كيف تحقق الاستقرار النفسي وكيف نحقق الدعم النفسي بخمسه ايام والى ما هنالك اليوم، قديش هذا الموضوع ممكن ياثر سلبا ببعض الاوقات او لا ايجابا؟ هي العالم بنقدر نوثق فيها انه نسمع لهي النصائح اللي بتعطيها او لا اليوم الاختصاصي النفسي هو المسؤول عن هذا الموضوع فقط؟ هلا شوفوا، بخصوص هذا الموضوع بتصور اليوم كل انسان غير اختصاصي عم يحكي تجربته. يعني يمكن انا ما اكون اختصاصي بس حسيت انه انا لما اطلع مع رفقاتي هذا الموضوع بيضبط مشاعري او بيضبط ردات فعلي وبيخليني افضل. فهون بالتالي هو حكى تجربته. ما فينا نسمع عن كل التجارب، لانه في اشخاص كثير بتقلك مثلا التدخين او الارجيله هو كثير ممكن يخفف الستريس عند الانسان. ممكن تخففها بالنسبه لك ولكن هي آلية سلبيه. يعني نحن ممكن نستبدل التدخين او الارجيله بتمارين تنفس، بالتالي هي نفس الاستراتيجيه، شهيق وزفير. أكيد في مصادر موثوقة نحن ممكن نرجع لها أو نلجأ لها، هي مثلا ممكن مصادر على الإنترنت اللي هي عن منظمة الصحة العالمية، في مواقع وفي كمان استشارات نفسية أونلاين ممكن أنا أتواصل مع أخصائي أو معالج. وأنا أكيد بهذا الوقت بنصح، يعني نحن دائما نقول يكثر وجود الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالأماكن اللي بتكثر فيها الحروب والصراعات النفسية. فبالتالي لأنه الحروب هاي أو الصراعات اللي نحن عم نعيشها كتير ممكن تؤدي لمشاكل نفسية عميقة وخطيرة جدا تطلع بعدة أجيال. وطبعا النساء هن أكثر عرضة حسب الدراسات، النساء هن أكثر عرضة لهي الأعراض، ثم الفئة الأكثر هشاشة اللي هن يعتبروا الأطفال. فانه دائما ممكن نلجا لهدول الاساليب. بالتالي بتصور انه في كثير اساليب نحن منطقيا بنعتبرها انه هي بتكون صحيحه. تمام. طيب بدنا نصائح لحتى
ما بدنا نقول نوصل يعني للسلام النفسي والاستقرار النفسي يعني للاسف اليوم مثل ما ذكرنا بالبدايه او ذكر مصره انه السلام يعني ما بعرف حسها نفس الشيء المهم نوصل لشيء نفسي سليم صح صراحه بدنا نصائح لحتى نحاول نحافظ على شويه الاستقرار يلي بقيانين بهي الحياة. بدي أكد على قصة إنه هي مش بس حافظ على الاستقرار، يمكن أنا أقدر أرجع لحياتي الطبيعية. هلا أكيد نحن لما بنكون ماشيين بلاين معين حياتنا بتكون عم تمشي بطريقة هيك هادية، فممكن يصير في عنا بعد فترة ربكة بتأدي لأنه ينهار وضعنا نحن، فبالتالي الإنسان يا أما بده يكمل بهذا الانهيار، يا أما بده يتوقف مكان ما وقف، يا أما بده يرجع. هلأ الرجعة شوي بتكون صعبة، ولكن نحن بنقدر أنه نستعيد قوتنا بالأخص بخصوص الأطفال، يعني الأطفال لسه في وقت قدامنا لحتى نحن نرجع، يمكن الأحداث الثانية بتكون إيجابية بتخلينا أكيد أفضل. شو هن النصائح أو شو هن الأشياء؟ أهم شغلة بدي أقولها أنه تذكر أنه هاي المشاعر اللي أنت عم تعيشها هي مشاعر مؤقتة، يعني هي بالتالي ممكن تخف. حسب ما قال أحد الفلاسفة أنه تذكر أنه مشاعرك السلبية إذا اشتدت عليك فممكن يكون قرب أنه يكون هاي المشاعر ما تكون طويلة وحتخلص، وإذا استمرت فهي رح تستمر بس غالباً رح تكون أخف وأقل وطأة وأقل شدة من ما كانت عليه. فبالتالي المشاعر اللي نحن عم نعيشها هي أكيد مؤقتة، وما فيني أنا شخص حالي حسب الوضع اللي أنا عم عيشه. مثال، أنا عم حس بالضياع ما عم حس بالاستقرار، فدغري أنا إذا كنت حاسة بالضياع فبقول إنه أنا ضايع، فأنا ما شخص وأعطي مسميات، أنا بس الوضع اللي عم عيشه خلى يكون ردات فعلي مثل هيك. تمام. نحاول شوي نحجب وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، لأنه يمكن في حرب إعلامية وفي أشياء تهويل يمكن عم تصير، وأكيد أنتوا أدرى بهذا الموضوع، تناقل الأخبار السلبية أو تناقل الأخبار المغلوطة، فهذا الموضوع يمكن يزيد الموضوع سوء أو يزيد الأمر تعقيد. فنبعد شوي عن هاي الوسائل اللي هي غلط، نحاول نروح لمصادر موثوقة أكثر، أشخاص نوثق فيهم بيكون مرجعيين لإلنا. يمكن كإعلاميين كأطباء هنا صعب إنه نقول عنهم حجبوا وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه صعب نقول عنهم مستقرين نفسياً حتى هاي فإنه أنتوا اللي لازم تحافظوا على استقراركم النفسي. نتمنى الحماية والسلامة لكم ولجميع الأشخاص يلي موجودة بهذا الوقت. يعني بالختام نتشكرك فاطمة، شكراً على المعلومات، وأكيد نتمنى يعني السلام ثم السلام ثم السلام للجميع. فاطمة العبد الله الاختصاصية النفسية نورتينا اليوم، شكراً كثير لوجودك معنا. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب.